برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين الرئيسة مجلس النواب عقد المجلس جلسته العشرين من دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عبر تقنية الاتصال المرئي هذا وناقش المجلس مرسومين بقانون بخصوص المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم 5 إلى الفقرة جيم من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل والمرسوم بقانون رقم 31 لسنه 2020، بتعديل بعض احكام القانون رقم 3 لسنه 2005، بشان التعليم العالي، وقرر المجلس الموافقه على المرسومين بقانون، واحالتهما الى مجلس الشورى. بعدها انتقل المجلس الى مناقشه اقتراحين بقانون، وهما بشان التفرغ للمشاركه في الانشطه الثقافيه، بالاضافه الى الاقتراح بقانون بصيغته المعدله، بشان تعديل الماده الرابعه من قانون الاسكان. اليوم ناقش مجلسنا طبعا مرسوم بقانون اللي عرض على المجلس جلسه المجلس اليوم رقم 30 لسنه 2020 بخصوص فصل التعليم العالي عن وزاره التربيه والتعليم جاء هذا المرسوم طبعا مواكبا لتتطلبات المرحله القادمه من اجل رفع طبعا مستوى التعليم العالي في مملكة البحرين واللي هو مشهود له دائما بكثير من الإشادات هذه هذا راح يصب في مسار مخرجات التعليم العالي في الوطن فهناك الكثير من الأمور الخاصة بالتعليم والجامعات والجامعات الأهلية والجامعات الحكومية التي يجب أن نفرغ أقسام معينة لدراستها وتطويرها وجاء المرسوم هذا اليوم لتاكيد هذا الشيء واننا بحاجه ماسه الى زياده الدراسات التي توضح لنا مدى الحاجه الحقيقيه لسوق العمل